بصبح عليكم مرة تانية، ودلوقتي تعالوا بينا نستعرض مع بعض جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. في النهاردة ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي كمان شبورة مائية خفيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 42، وأقل درجة حرارة هتكون في بورسعيد 31 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.